صباح الخير جميعا. Good morning everybody. It's my honor to be here in front of you to speak about the climate change and water scarcity strategies for sustainable agriculture water use in the Arab region. Based on the majority that I can see here in the room, I prefer to speak in Arabic and the slides will be English, so it will be like comfortable to all of us. Thank you so much, sir. الأول حد بس خلفية بسيطة عن المكان اللي أنا جاي منه. أنا اسمي كامل مصطفى عامر، بشتغل في المنظمة العربية للتنمية الزراعية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية اللي يختصرها أواد، Arab Organization for Agriculture Development، هي تم تأسيسها في 11/3/1970 بقرار من زعماء والقادة العرب، وديت مارست أشغالها بالفعل في عام 1972. احتفلنا بالعيد الخمسين لها من سنتين في 1922. الهيد كوارترز موجود في السودان، وطبعا هي تعتبر أحد الأزرع الفنية لجامعة الدول العربية في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي تحديدا. والمنظمة عندها أربع مكاتب إقليمية، مكتب في المشرق العربي بيزد في عمان الأردن، ومسؤول عن إدارة خمس دول هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق، ومكتب في المغرب العربي موجود في الجزائر ومسؤول عن إدارة خمس دول برضو هي ليبيا تونس الجزائر مراكو المغرب وموريتانيا، ومكتب اللي هو مكتب الأوسط، مكتب الإقليم الأوسط اللي أنا بتشرف برئاسته، وده بيدير برضو خمس دول: مصر والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. في حين إن المكتب الجي سي سي كونتريز، مكتب شبه الجزيرة العربية، مسؤول عن إدارة سبعة دول وهي دول الجي سي سي الستة بالإضافة لليمن. كده يبقى المجموع 22 دولة عربية. وحقيقة المنظمة الحمد لله سنة 1980 حظيت بأن أصبحت كل الدول العربية تحت ليج اوف عرب ستيتس هي عضو في المنظمة العربية للتنمية الزراعية. فالمنظمة هي أحد المنظمات الحقيقة التي تتميز بأن كل الدول العربية ممثلة في مجلس إدارتها أو في الجمعية العمومية بتاعتها. طيب هبدا في الانترودكشن بالنسبه للموضوع اللي هنتكلم فيه عن كلايمت امباكت. طبعا في انكريس الكلايمت امباكت ثلاث حاجات على مستوى ثلاث مستويات، على موضوع ثلاث مستويات. نمرة واحد انكريس تمبريتشر، في زياده في درجه الحراره، وبيحصل بعض برضه شيفتنج في الرين فول باترن. الرين فول بدل ما كان بيبقى موزع على فتره زمنيه اطول بقى على فتره زمنيه اقل، واصبح عاصف اكتر من اللازم، وفريكوينت اند انتنس ميتيورولوجيكال فينومينا، المسائل اصبحت زي ما انا قلت مركزه ومتعاضده فبتزيد قيمتها. تاني حاجه الووتر سكارستي، المنطقه دي بتتميز بندره في المياه. الندره في المياه دي للاسف قبل مع كلايمت تشينج بتزود الندره في المياه. الكلايمت تشينج زود ندره المياه في مناطق كثيره منها، وطبعا المنطقه فيها حاجتين تو فينومينز عاليين جدا وللاسف بيكونتريبيوت لنفس المساله بتاعت ندره المياه، ان عندها بوبوليشن جروث عالي بالاضافه الى ايكونوميك ديفلوبمنت عالي، فده طبعا بيتطلب كميات مياه برضو، وبالتالي المساله بتزيد في مساله الندره. ووتر سيكيورتي، المنطقه حقيقه نتيجه هذه الظروف اصبح فيه نوع من انواع عدم الامان المائي او الامن المائي. انا ما بحبش كلمه الامن دي، الامان المائي، لان 360 مليون او اكثر الموجودين في المنطقه العربيه اصبح ما عندهمش ووتر سيكيورتي، وبالتالي بتزيد برضو المساله. ايه المطلوب؟ مطلوب ايرجنت اكشنز، لازم بسرعه نتحرك، والا الكلام ده بيحصل له تدهور اكتر من اللي احنا فيه. ولو استمرت المساله زي ما يطلق عليه ستيتس كو سيناريو او البيزنس از يوجوال، المساله طبعا بتزيد في التدهور فيها. طيب ايه وضع الامن، ايه وضع الاجريكلتشر في المنطقه العربيه في الفتره دي؟ ببساطة شديدة الكاركترستيك بتاعه معروف. نمرة واحد الاجريكلتشر برودكتيفيتي اقل من المستويات العالمية. نمرة اتنين الووتر سكارستي اند ان افيشنت يوز اوف ووتر، عندنا
حالة عدم كفاءة، وللأسف حالة ندرة في المياه. ثلاثة، low adoption of modern agricultural technologies and management systems. كتير قوي التكنولوجيا قليلة في المنطقة، وبالتالي الكاتشنج اب بطيء وقليل. الرابع، lack of risk prediction capabilities، ما عندناش المودلز ولا عندنا القدرات اللي تقدر تخلينا نتنبأ بالمشاكل ونتنبأ بالريسك اللي ممكن يحصل وازاي نعمل له mitigation. الخامسة، unregulated exploitation of resources. كلنا عارفين اللي حصل في جراوند ووتر في المنطقه، وازاي ان عدم وجود الرشاد او عدم وجود القوانين والبوليسيز وهكذا في بعض الدول العربيه او يمكن في اغلبها، ده بيؤدي الى تدهور في الريسورسز نفسها. ده منظر يورينا البيزنس از يوجوال هيبقى عامل ازاي. البيزنس از يوجوال بنتكلم سنه 96 98 على مستوى الواردات الغذاء، وعلى مستوى الواردات الغذاء بالمليون طن، وواردات الغذاء بالفلوس بالمليار دولار. من 96 98 ازاي كانت، بعدين 16 18 الافريج بينهم يعني، اللي هي بتبقى السنه اللي في الوسط 17 مثلا، بعدين البريدكشن عملنا اسقاط ل 20 30 و 20 50. طب الموقف ازاي؟ تضاعف، يعني 20 30 بقت 50% زياده عن سنه 2017. طب سنه 2050 بقت 100% زياده تقريبا. يعني معنى كده البيزنس از يوجوال كارثه، مش ممكن ابدا هنعمل كاتش اب، وهل مش ممكن هيبقى الموقف اساسا فيه اي نوع من انواع الامان لو احنا مشينا بالبزنس از يوجوال اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان على سبيل المثال احنا الفيرتشوال ووتر اللي بنستخدمها حوالي 50% بنجيب بضايع بالفيرتشوال ووتر من بره المنطقه العربيه، واحنا بننتج حوالي 50%. عندنا حوالي تقريبا 257 مليار متر مكعب في المنطقه العربيه، والفيرتشوال ووتر اللي احنا بنجيبها حوالي 228 مليار، يعني تقريبا 50%. وبالتالي قدرتنا على انتاج غذاء دلوقتي تقريبا، عشان ما حدش ياخد الارقام وتبقى المساله فيها شويه مش عدم دقه، تقريبا بننتج 50% فقط لا غير على المنطقه العربيه ككل. طيب لو حصل بقى تضاعفت المساله كده سنه 2050، ايه الموقف؟ هيبقى اكثر صعوبه وبمراحل. دي الجاب اللي حاصله وتطورها، برضو الجاب دي قد تصل الجاب الى 200 مليون طن من في المجموعات الغذائيه كلها. طيب احنا كلنا طبعا مش زي ما بيقولوا مثل مصري، مش حاجه بيع الميه في حاره سقايين، يعني انتوا كلكم علماء مياه كبار، وانا بس بدي هنس على حاجات على السريع نعمل برين ستورمنج مع بعض مش اكتر. طيب ايه الووتر ريسورسز موجوده؟ معروف كونفنشنال ووتر ريسورسز ونون كونفنشنال ووتر ريسورسز، موارد مياه تقليديه، موارد مياه غير تقليديه. طب موارد المياه التقليديه عندنا بعضهم يحب يضيف الرين فول ليها، وعندنا السيرفس ووتر والجراوند ووتر. السيرفس ووتر في المنطقه العربيه والجراوند ووتر في المنطقه العربيه، وعندنا الرين فول بعضها وعينها الراتيك وحاجات بسيطه، الى ان البعض بيحب يضيفها برضو كنوع من انواع الموارد المياه التقليديه الموجوده في المنطقه. طيب موارد المياه غير التقليديه، موارد المياه غير التقليديه زي ما شايفين حضراتكم، ايه هي؟ طب الموارد المياه غير التقليديه، لو قلنا الموارد التقليديه هي المياه الموجوده على طول كده من غير اي مشاكل استخدمها على طول. موارد المياه غير التقليديه هي اللي بتحتاج بروسيس، اي تحتاج اي موضوع، اي تحتاج تجميع، تحتاج تنقيه، تحتاج وهكذا، بتعمل عليها بروسيس بنعتبرها دي خلاص نون كونفنشنال ووتر ريسورس. ايه الانواع النون كونفنشنال ووتر ريسورس الموجوده؟ عندنا اجريكلتشر درينج ريوس، اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي، عندنا اعاده استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي، عندنا المياه المحلاه، عندنا استخدام المياه الضاربه الى الملوحه او البراكش ووتر المياه المسوس، عندنا بعد كده الووتر دي بقى لطيفه، البند ده بطيء لطيف جدا، ووتر هارفستنج، هيوميديتي هارفستنج، جيو هارفستنج، فوج هارفستنج، كل انواع الميه، اي نقطه موجوده في الجو موجوده على الارض موجوده في السماء موجوده بنحاول نجمعها، ده اللي بنعمل لها استقطاب اللي هو الهارفستنج يعني. طيب البعض برضه بيحب يضيف كلاود سيدنج هنا، ولو انها شويه فيها كلام. كلاود سيدنج ان انا بعمل سيدنج للسحب، بعمل استمطار للسحب، وبالتالي بجيب امطار، الامطار دي هيحصل فيها ايه؟ ممكن بعد كده اعمل لها كولكشن يبقى هارفستنج، اعمل لها تستخدم مباشره على الفيلدز يبقى استخدمتها في الزراعه مباشره زيها زي الامطار العاديه وهكذا. وطبعا كل يوم عن يوم العلم بيقول لنا نوع جديد وهكذا. طب ايه الميزه الاساسيه او الضروريه جدا في النون كونفنشنال ووتر ريسورسز؟ هي المسؤوله عن انها تبريدج الجاب بين الاحتياجات المتعاظمه والموارد
النادرة اوريدي. احنا عندنا سكارستي وعندنا احتياجات. النون كونفيجيتال ريسورسز هي المسؤوله عن انها تبريدج الجاب بين الاثنين دول، بين موارد ضئيله واحتياجات متعاظمه. طيب ايه الانفيرمنتال تشالنجز بقى الموجوده والاوبورتيونيتيز الموجوده في المنطقه؟ الانفيرمنتال تشالنجز عندنا كلايمت تشينج والامباكت بتاعه، طبعا ده عباره عن رايزنج تمبريتشر والدراوتس اللي حاصل في المنطقه والاكستريم ايفنتس فجأة فيضان فجأة كده وهكذا، ده نتيجة للكلايمت تشينج. عندنا الووتر سكارستي اند مانجمنت، عندنا ووتر شورتج، عندنا ديتيريوريشن في كوانتيتي او كواليتي اوف ووتر ريسورسز، عندنا لاند ديجريديشن اند ديزرتيفيكيشن، ده برضه نتيجة من نتائج الانفيرمنت الكلايمت تشينج والانفيرمنتال تشالنجز موجودة عندنا في المنطقة العربية. عندنا من السويل اروجن والسالينيزيشن والامباكت اون اجريكلتشر طبعا. بعد كده عندنا البولوشن اند ويست مانجمنت، في طبعا وكلنا عارفين مشاكل قش الرز وحرق المخلفات الزراعيه وهكذا، كل الكلام ده موجود، وده نتيجه عدم استخدام او عدم الاستفاده من الويست مانجمنت او عدم الويست الزراعي مثلا. طيب ايه تاني؟ الجوفرنس اند بوليسي، ما عندناش برضو نوع من انواع الرشاد والسياسات المفروض تكون موجوده، ده مش موجود وضعيف. في ويك انفيرمنتال انستتيوشنز، عندنا انستتيوشن صحيح بس ويك، في بعض الاحيان دول تعمل الانفيرمنت وزاره وبعد شويه تعملها هيئه وبعد كده تعملها ديبارتمنت جوه هيئه وهكذا. ليه؟ بتضعف المؤسسه البيئيه علشان ما تبقاش المساله يعني عندها اي امبليكيشنز سلبي هنا او هناك. عندنا lack of policy impacts، البوليسيز مش بالضروره كل بوليسي محطوطه او كل قانون محطوط بيبقى له تفعيل، ممكن يبقى موجود لكنه غير مفعل. social perception and public opinion على استخدام يحصل في الصحه المعالج على سبيل المثال، عندنا اشكاليه فيها، في بعض الجهات لا تبذل المجهود اللازم تبذله علشان البابليك كونسيرن والبرسبشن بتاع الناس يكون افضل لاعاده استخدام مصر صح. الريجنال كوبريشن اند سستينبل ديفلوبمنت ده مطلوب جدا برضو، ازاي الريجنال كوبريشن في دوله عندها تقدم في حاجه وده ما عندهاش تقدم في حاجه. على سبيل المثال اللي انا اذكره دلوقتي الاستمطار السحب، على سبيل المثال استمطار كويس جدا جدا في السعوديه، عندهم برنامج ممتاز وهو ريجنال سنتر وممكن جدا انه يستخدم في دول الجوار ودول اخرى، وده مثال جيد للريجنال كوبريشن. طيب ايه سم تكنولوجي ادفانسمنتس بقى اللي ممكن تخدمنا في هذه الحاجات؟ عندنا كلايمت ريزيلينت كروبس، على طول بيطلع لنا الانواع الكروبس اللي لازم استخدمها مع هذه الظروف دراوتس وهكذا اشياء. عندنا الويذر فوركاستنج، لازم الكلام ده كله يحصل له طبعا تفعيل، ازاي اقدر اعرف عشان اقدر اعرف احتياجات المائيه قد ايه، احتياجات الموارد المائيه قد ايه، احتياجات الزراعه قد ايه. ادفانسد اوريجيشن تكنولوجيز، كل يوم والتاني بنبقى نتحول من ان احنا بنعمل ري بالغمر الى ري في العضل، انا بحب اسميه يعني ندي حقنه في العضل او حقنه في الوريد للنبات وهو موجود في مكانه بدل ما انا احط المايه كده على الفاضي وخلاص. ووتر ريسايكلينج اند ريوس، دايما اي ويست اخده اعمله ريسايكلينج اعمله ريوس وهكذا. سمارت ووتر مانجمنت سيستمز، طبعا مع التقدم والاي اي وهكذا اصبح عندنا القدره ان احنا نستخدم التكنولوجيا العاليه دي في ان احنا نطبقها في الزراعه وبالتالي تنعكس على استخدام الموارد. سويل هيلث مونيتورنج طبعا بالجينيتيك اجريكلتشر، وازاي ان احنا نستخدمها دي فور كاربون سيكويستريشن وازاي استخدمها في النفع من قصه التغير المناخ. عندنا اللاند مانجمنت، عندنا الانتجريتد ويست مانجمنت سيستمز سيركلر ايكونومي، وازاي ان ممكن الكلام ده كله استخدمه في توليد الطاقه او استخدمه في اللاند مانجمنت وهكذا، وده بينعكس طبعا على التوتال سايكل اسيسمنت او اللايف سايكل اسيسمنت ال سي اي. ديجيتال بلاتفورم فور بوليسي امباكت، كل حاجه دلوقتي يا اما نعمل ليها 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 بلاتفورم على الكمبيوتر يا اما ليها ابلكيشن يا اما كده، وده ممكن جدا يبقى مفيد في القطاع الزراعي. education and outreach programs، كل حاجة ممكن تبقى online، zoom meetings، training courses، كل ممكن فعلا يبقى نستفيد بالكلام ده في الانعكاس ايجابي على القطاع الزراعي. collaborative technologies طبعا التعاون ما زي ما قلنا قبل كده، ده ممكن يكون له انعكاس جيد جدا في ان انا التعاون بين الدول بعضها، بين الهيئات وبعضها، بين الديبارتمنتس بعضها في نفس البلد وهكذا. طيب innovations water management strategies بقى، في innovations اللي حصل دلوقتي في العالم ممكن تفيدنا ازاي؟ عندنا precision irrigation systems،
سمارت اريجيشن طبعا في فرق بين سمارت اريجيشن وبرسيشن اريجيشن. سمارت اريجيشن زي بامبلوي تكنولوجي جديده كلها الحاجات الاي اي الدرونز وهكذا، انما البرسيشن اريجيشن سيستمز عشان نقلل الفاقد يبقى في الوريد في العضل. عندنا الووتر ريكلاميشن اعاده استخدام مياه الصرف صحي او زراعي او غيره. عندنا رين ووتر هارفستنج ما حطتش الباقيين اللي هم الفوق وهكذا لان ده في استخدامهم في الزراعه يمكن ضعاف شويه. انتجريشن اوف ووتر مانجمنت ستراتيجيز، طبعا انتجريشن اوف ووتر مانجمنت ستراتيجي احسن مثال لها هو النكزس، زي انتجريت الووتر مع الفود مع الطاقه وهكذا. عندي سيزونال ستورج سوليوشنز من اهم الادوات اللي ممكن تعمل انعكاس جيد جدا على استخدام الموارد المائيه، هي انه يكون عندي فليكسبل ستورج موجود وذين ذا اريا اللي بعمل لها مانجمنت، وبالتالي اقدر ارحل من سيزون لسيزون او من يوم ليوم وهكذا. efficiency in resource allocation مهم جدا. البوليسي اند ريجليشن ريجولاتوري سبورت ده من غيره حقيقه في كتير جدا هتبقى اشياء ناقصه. طب ايه برضو اللي حاصل اليومين دول؟ دي حاجه اللي حاصل اليومين دول احدث اشياء او انوفيشنز ممكن نستخدمها في الووتر مانج. نقول كوانتم تكنولوجيز كوانتم كمبيوترز واللي هيحصل اللي انا مش شايف لحد عنها فاهم. اوكي حاضر. الكوانتم تكنولوجيز وبالتالي الكمبيوترز الهيوج اللي هتطلع واللي بيتقال ان الكوانتم تكنولوجي دي الكمبيوتر اللي هيستخدم فيها ممكن جدا يحل مشاكل الكمبيوتر في وقتنا حالي قد ياخد فيها 10 و20 و30 و50 سنة و100 سنة، ده هيحلها في دقيقة او دقيقتين. فالهيوج كاباسيتيز بتاعت الكمبيوتر هتبقى برضو امبلويد. عندي البيج داتا اناليز الاناليتكس، البيج داتا ازاي في مساله النماذج المناخيه واستفاده منها، البيج داتا دي تنفع في الامور زي دي جدا جدا، وازاي ان الفوركاستنج هيبقى وضعه افضل، وبالتالي اقدر احدد كميات اللي محتاجينها للميه دي مش بس على يوم ولا اتنين، ممكن على فتره طويله زمنيه تخليني لو انا بعمل ريليس الميه من حاجه زي مصر في السد العالي اللي بتاخد 12 يوم عشان تسافر لحد البحر المتوسط، ازاي اقدر استخدم البيج داتا في ان انا عندي مطر هينزل هنا اوقف المياه هنا اطلع المياه هنا، المانجمنت افضل طبعا. ارتفيشال انتليجنس حاجه مهمه جدا، ولدت لتبقى خلاص اتوجدت وبقت موجوده على الفلور لازم نتعلم استخدمها. نتكلم بقى زي الناس اللي بتقعد تقول لا ده هيخلي الناس ما تشتغلش، لا ده خطر، لا ده البشريه اخترعت في الاول خالص النار، النار بتولع في الناس ومع ذلك البشريه بتستخدمها لحد النهارده، ليه اتحط لها ريجوليشنز؟ اللي هيولع في الثاني وهو قاعد هيروح السجن وهكذا. نفس الكلام الارتفيشال انتليجنس اللي هيعمل حاجه وحشه يحصل فيه كذا، فلازم نوظفها بنفس الطريقه. الانترنت اوف ثينجز طبعا الدرونز وهكذا، والدرونز والروبوتكس والريموت سنسنج كل دي تكنولوجيز لازم نستخدمها ولازم نعملها امبلويمنت. الكوميونتي انفولفمنت اند اديوكيشن حاجه مهمه جدا ما نقدرش نغفلها، ولازم تكون الحاضر الدائم على كل حديث، سواء كان ريسيرش سواء كان اديوكيشن تريننج وهكذا، وكمان الكوميونتي انفولفمنت. طب ذا امباكت اوف تكنولوجي اند ريسيرش، الامباكت اللي هيحصل ايه؟ انهانسز البرسيشن اند افيشنسي، وبيعمل درايفز اند ذا ديفلوبمنت اوف سستينبل اند ادابتبل ووتر مانجمنت ستراتيجيز، وسبورت ذا ارب ريجنز يونيك انفيرمنتال اند سوشيو ايكونوميك كونتكست ثرو تيلور تكنولوجيكال سوليوشنز. ما نقدرش ناخد يا جماعه حاجه اتعملت في المانيا واتعملت في انجلترا واتعملت في امريكا عشان نطبقها مباشره في العالم، لازم يحصل لها تيلورنج، لازم يحصل لها ادابشن، لازم نبتدي نظبطها على الموضوع اللي عندنا يعني. طب البوليسي اند ريجوليتوري فريم ورك على السريع خالص عشان الوقت كده ازف مني، نيد فور بوليسي، بعد كده من الانتجريشن، فكره مهمه جدا فكره الانتجريشن اللي انا ضربت بيها مثال النكزس. عندي الكي كومبوننتس اوف افكتيف ووتر بوليسيز، عندي سستينابل يوتيلايزيشن كلايمت تشينج انتجريشن وريجولاتوري ريفيجنز. بالنسبه للاستراتيجيز فور بوليسي امبلمنتيشن عندي تكنولوجيكال ادفانسمنتس لازم توظف، عندي بروجريسيف جوفرنانس فريم ورك لازم فكره الرشاد زي ما قلنا، عندي روبست بوليسي ستراكشرز، بعد كده سبورتنج اكشنز فور سستينابل ووتر مانجمنت، عندي ريسيرش اند ديفلوبمنت كوبريتيف فينتشرز والبابليك اويرنس اند ايديوكيشن زي ما قلنا. الفيوتشر دايركشنز ايه؟ الفيوتشر دايركشنز عندي استراتيجيك فريم ورك فور ووتر مانجمنت لونج تيرم اوبجكتيف اللي هو ان انا ازاي استفيد من الريسورسز واعظم
واعظمها للانتاج. تاني حاجه انتجريشن وذ كلايمت ميتيجيشن، لازم ازاي اوظف الحاجات دي نعمل كلايمت ميتيجيشن. والميجرابل تارجتس لازم احط زي ما بنقول ما لا استطيع قياسه ولا استطيع ادارته. الستيك هولدر انفولفمنت اند انترناشونال كولابوريشن، دايفيرس ستيك هولدر انجيجمنت، ترانسباوندري ووتر ريسورسز مانجمنت، ودي حته فيها كلام كتير جدا مساله الترانسباوندري. بعد كده كولابوريتيف انيشيتيفز. اخر حاجه الانهانسنج ووتر افشنسي اند جوفرنانس، بيكون على مستوى ووتر افشنسي جول احط، وده منتظر اللي احنا قايلينه ان نحسن الافشنسي بنسبه 30% لحد سنه 2030. بعد كده كولكتيف ديسيجن ميكنج، بعد كده البارتيسيباتوري ابروتشز. ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله يكون الوقت كويس. ثانك يو فيري ماتش فور Just a second, Dr. Khalina, ناخذ questions. Thank you very much again. Let's take, we have 5 minutes for questions. We're gonna do that differently than the other sessions, يعني, if you don't mind. So if anybody have any questions for Dr. Kamel, please. Any questions? Yes? بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور كامل على هذا العرض. انا عارف الوقت كان مزنوق، لكن انت اديت اداء جيد جدا، والحقيقه نقط كثيره جدا الحقيقه كانت واضحه، وتصور ان المستقبل اللي انت حطيت له المانجمنت بروسيدير ده موضوع مهم. انا عارف انه احد اهم الامور اللي انت اشرتها موضوع حصاد الامطار والسيول كاحد ال نون كونفنشنال ووتر ريسورسز، او كنت تسميها زي ما تسميها، لكن هو احد اهم الامور دلوقتي، وعارف انه لك باع في هذا الموضوع. فانا كنت عايز بس تلقي ضوء بسيط كده على اهميه هذا الموضوع، خصوصا في دولنا احنا بنحتاج لمثل هذا الامر. مره ثانيه شكرا. شكرا. اسمح لي اجاوب على طول بعدين. شكرا جزيلا مع الوزير دكتور حسين العطفي. مع الوزير طبعا احد اساتذتي الكرام، يعني فانا هو بيسالني انا مش عارف اجاوب عليه ازاي، مكسوف طبعا يعني. ربنا يبارك فيك مع الوزير. طبعا حصاد المياه مع الوزير زي ما حضرتك تفضلت هو احد التكنولوجيا الواعده جدا في المنطقه العربيه، وهي حقيقه لازم تاخد يعني البريوريتي بتاعتها، لازم تكون البريوريتي. انا بلاقي يعني كتير جدا بنحتك في دول وبنحتك بمتخصصين، الاقيه يقفز مباشره الى تحليه المياه. تحليه المياه قبل ما يتكلم على المفروض يا جماعه احنا بنتعامل مع اداره موارد المياه كمصفوفه متكامله، لا نغفل منها اي جزء. بص تلاقي الدوله هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها مياه امطار، وفيها مياه سطحيه، وفيها مياه جوفيه، الا ما نقدر طبعا في بعض الدول ما فيهاش مياه سطحيه، عندها مياه جوفيه على طول بس. وبعد كده عندي عايز استخدم مياه الصرف الصحي، وبعدين عندي عايز استخدم مياه الصرف الزراعي، وبعدين عندي عايز استخدم مياه الصرف المنسبل الصحي المعالج والصناعي وهكذا. وبعد كده نروح على استقطاب الندى، استقطاب الفج وهكذا، وبعد كده نروح على الرين فول هارفستنج، وفي الاخر خالص اكوردنج للايكونوميك سيتويشن وهكذا اروح للتحليه. طب اوكي، انا قبل ما اروح للتحليه، انا طبعا ما بتكلمش هنا في منطقه الخليج لان الوضع مختلف، قبل ما اروح على التحليه لازم اكون استنفذت كل الاستفاده من كل هذه الموارد. احد اهم الموارد دي حصاد المياه. حصاد المياه يا جماعه في بحث صغير عملناه في منطقه اسمها سانت كاترين في مصر، تكلفه حصاد متر مكعب المياه هو 1 على 100 إلى 1 على 200 من تكلفة تحلية المتر مكعب الواحد مياه البحر، بدون إضافة تكاليف النقل. وفي بعض الأوضاع تكلفة النقل دي بتبقى أضعاف تكلفة التحلية نفسها. على سبيل المثال ما عندناش حل غير ان احنا نحلي في مدينه الطور، ولازم تتنقل الكلام ده 200 كيلو كيلو متر طولي اجينست جرافيتي، فبنحلي المياه التحليه بتاعه البحر ب$1 عند باب المحطه، وننقلها ب$4 لحد المكان بتاعها. ففي الحاله دي المتر مكعب الواحد بقى ب$5، حاجه كبيره جدا. طيب قبل كده لازم نروح للرين فول هارفستنج، الووتر هارفستنج، لان ده ارخص بكتير، وثانيا ما فيهوش تكلفه نقل. انا بعمل رين
فور هارفستنج الحته دي، بستخدم المايه في الحته دي، فبتبقى خلاص ما فيش تكلفه نقل. وبالتالي لازم تعظيم الاستفاده من حصاد المياه على مستوى الدول العربيه كلها، لان نادرا ما بنلاقي دوله ما فيهاش امطار خالص خالص، صفر، حاجه بسيطه يعني دولتين ولا ثلاثه، ولكن في الصوره العامه في حصاد مياه. تطور المساله بسبب كلايمت تشينج، ما بقاش رينفول عادي، بقت ستورمز، بقت فلاش فلادز وهكذا. لازم برضو زي نقدر نوظف هذه التكنولوجيز موجوده دلوقتي، وبالذات خلق اماكن تخزين موجوده على مستوى الشبكه، حتى ان انا اخزن المياه دي واعيد استخدامها في الوقت اللي انا عاوزه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا. الله يحفظك. خلينا نتحرك الى المتحدث الزميل الآخر دكتور. شكرا مرة أخرى. شكرا، الله يحفظ. زميل الآخر دكتور محمد عبد ربه، هو he works as an emeritus professor of environmental economics and the executive director of Alexandria Research Center for Adaptation to Climate Change at Alexandria University. He was a lead author of a member of summary for policymakers, and his research interest is in the field of climate change and environmental economics. And this is Dr. Muhammad is going to talk about the economic of water under climate change in Arab countries, a policy perspectives. Welcome, Dr. Muhammad. The floor is yours. I have no problem either way. You have 20 minutes. Okay. Okay. Good morning, everybody. It's my pleasure to be with you today. Well, the last couple of days we've been talking about technology, about the supply side of water. Today I'm going to talk about the economics of water under climate change in Arab countries. What I'm going to talk about is, first, we need to understand the economic value of water resources. The water resources situation in the Arab region from an economic perspective, then under climate change, and finally I'll be talking about the management of water resources under climate change conditions. Let me just introduce the idea of economics. When we talk about economics, we talk about resources. The whole idea of economics is about optimal allocation of resources to different uses. That's the main idea of economics. We're talking about individual levels, we're talking about country levels, we're talking about global levels. Excuse me. So the standard economic tool, like the cost-benefit analysis, we talk about efficiency. We're talking about the optimal allocation of resources to the best possible uses. Sorry. This is normally done through the market system. The market system allocates the resources through the price signal. The price signal will tell the producers and consumers what to produce, how to produce, and the quantities of production. The same for the consumers, in terms of consumption, in terms of quantities, in terms of utilities involved. For water resources, it's a different story. When we talk about water resources, we're not talking about free markets. So there are no signals, price signals, that can decide or guide the uses and production at the same level. When we talk about valuing water, it's very essential for policy making and decision making. The whole idea is it's not just about economics, it's about the social aspects, technology, and so on. But
the economic side of the story need to be included. But when we talk about water resources, it's a bit complex. We're talking about different uses. We're talking about different benefits. We're talking about the absence of markets. So it's quite a complicated situation. Just if we look at the graph in front of us, that's an example. It's about the tariffs and water withdrawal per capita, the use. It's the inverse relationship, which is the demand curve in economics. The higher the prices, the lower the consumption. Why we need to consider the economics of water resources? Because when we talk about economic resources, we're not just talking about using water for agriculture, for industry, for residential uses, households, but we're talking about, we go beyond that because there's a lot of benefits related to the water resources. So when we talk about the total economic value of water, we're talking about different types. We're talking first about direct use value. We're talking about hydropowers. We're talking about drinking waters, irrigation, fishing, recreation. We're talking about indirect use value. We're talking about the provision of services. It's like flood control. We're talking about salinity control and microclimate control as well. In addition to that, we have the option value. The option value, we're talking about the future use. If you use water now, you are reducing the water available for the future. So you need to balance the present with the future. And finally, the existence value. Having the resource itself has a value in itself. It has nothing to do with the use itself, but its presence, it's about the personal experience and values of different individuals and communities. So if you incorporate the economic valuation in decision making, that will help in attaining efficiency. The water situation in Arab countries, as I said, normally whenever anybody would talk about water situation in Arab countries, we talk about vulnerabilities, we're talking about scarcity, we're talking about water security, and so on. I'm going to talk about it from an economic perspective. First, policies in most cases focus on the supply side. How can we generate more water resources? And they focus less on integrated management of the resource. They don't focus that much on demand management, on improving efficiency. Some uses, like Dr. Kamel was talking about, the agriculture, most of the time we talk about agriculture, well, we need agriculture for self-sufficiency. Whether it's in economic terms is a valid option or not, but it's something that we consider. We even, when we talk about the agriculture sector, we are not talking about producing the high-value crops. We're more into what we need in terms of food and other crops. So if we look at the agriculture contribution to GDP, that's the agriculture contribution in different countries to GDP, and we can see that we're talking about a large range of contributions. We're talking about in different countries, and the US per capita, per cubic meter of water used in agriculture. So we have a large extent for improving efficiencies in agriculture. And here we have a relationship between the, sorry, it's the percentage of total water allocation to agriculture
and the percent of its contribution to GDP. There's a large margin of improvement that need to be considered. I'm not saying, and to be clear, I'm not saying that we need to take water out of agriculture and move it to other sector, more productive sectors. What I'm saying that we need to consider that, but keep in mind the sort of implications, consequences of such actions, because there is a large share of people who are working in agriculture. So if you take the water out of agriculture and move it to other sectors, you have to keep in mind the social and socioeconomic consequences of such an action. So you need to have a view of the larger picture of allocation between different sectors. The second case that I'm talking about is it's water and sanitation. Typically, we're not talking about free markets. And in most cases, we talk about cost recovery. In Arab countries, we're talking about it ranges between 10% and 70% of such cost. Still, there's a large margin for improvement. And this means also that sector is subsidized. The problem is it good to subsidize such a sector? Well, actually, it depends. First, when you talk about cost recovery, you consider that the value of water itself, the good itself, equal to zero, because you are just considering the cost of producing the water, but the cost of the water itself as a resource equal to zero. It's a free good, and that's a problem. Second, when we talk about water subsidies, for whom? To those connected to the networks who are receiving the service. So those who are not benefiting, who are not connected to the network, are not benefiting from the subsidies, and most of the people who are not connected, actually the poor communities. Also, subsidies provides the wrong signal. As we said, that people, individuals, consumers, decide on the quantities they consume depending on the price. And if the price is subsidized, it means that price is lower than what it should be, which means that can lead to overconsumption. And also, this can apply also to the economic activities. Because if the prices of water is low, it means that the economic activities, industry, agriculture, and so on, will focus on the production that uses or have intensive use for water resources. And that's the scale of subsidies for the urban water utilities in the Arab countries. We're talking about around 1.8 of the GDP of the Arab countries is actually goes as subsidies to water. And it's the largest by far compared to other regions in the world. There's also externalities. Externalities in economics, when we talk about externalities, we're talking about what sort of effects the use of water would have on people who are not involved in the process of water production and water use. We're talking about the water use effect in terms of the sink, in terms of water pollution, wastewater, and so on. That will lead to burden of water-borne diseases and declining crop yields because of salinity. We're talking about, as the resource itself, it's the depletion of the resource. There's what we call the opportunity cost. If the resource is allocated to a certain use, then you are losing out for not using it for the second best options. That's the mortality rate attributed to exposure to unsafe water and sanitation
in Arab countries. It's the death per 100,000 people or individuals. And that's the scale of water-related externalities. We're talking about 0.6, 0.7% of the GDP total in Arab countries. We're talking about annual $21 billion. What's happening under climate change? That's what is expected to happen under climate change. We're talking about precipitation patterns change. We're talking about temperature increase, sea level rise, extreme weather events. This will have effects on the economies of Arab countries, as well as the health of the people in the Arab countries. If you look at this, all this, we're talking about serious impacts on sustainable development and sustainable development goals. So we need to be careful when we talk about that. That's the water projected water demand between 2000 and 2100 under the SSP's scenarios, different scenarios. And that's the extra water resources that are will be needed by 2030, 2035, and 2050. That's the consequences for agriculture in terms of change in net agricultural exports in the Arab region between 2050 and 2100. It's, in most cases, we're talking about significant decline, which means that the imports will be increasing to cover for, and the virtual water will be increasing to cover for the decline in water resources. And that's the scale of economic impacts of climate change, which is related to water scarcity by 2050. We're talking about a range between 6%, which is a change when we consider that policies are changing to deal properly with the more productive uses for water, while 14% if it's business as usual. If we continue, what are we doing? We are expected to lose about 14% of the GDP of Arab countries by 2050 under climate change conditions. What we need to be done, we need to understand and estimate the economic value of different water uses and integrate that into decision making. There's a need to integrate short term. We have a problem, we're trying to solve the problem now, but we have to take into account what will be the situation in the future. So we need to integrate the short term and the long term perspectives in policy making. We need to change the incentive structure for water use, which means that this will help allocating water to the most effective, efficient options. Invest in innovative policies and practices, and encourage research and technologies. Actually, you cannot encourage research and technology without having the proper incentive, economic incentives in that. If the prices is low, there's no need for anybody to consider the technologies and the change in the research. So to improve water efficiency, you have to reflect that into the value of water in decision making. Okay. So the final point is, actually, we have to keep in mind that there's a difference between a reactive action and proactive action. Reactive action, it's typically you have a problem, you try to solve the problem. You have a limited number of options. The cost, whatever the cost will be, you will have to deal with it. And if you're talking about proactive actions,
it means that you have a wider range of options, and there's a high possibility that you'll be able to manage with a lower cost for the options to be selected. The final comment is, well, actually, not knowing the value of something can lead to mismanagement, poor investment, externalities, and ultimately loss and failure of policies in economic terms. Thank you. Thank you, Dr. Mohammed Abu Abdurrabbo. I think you propose a pricing for aggregation water in the region. I don't know whether this is acceptable by most of the people or not, but anyway, this is economically valid. But let's say if there is any questions for Professor Mohammed. Go ahead, please. Dr. Mohammed Bardo, كالعادة دائما بيتحدث عن الإيكونوميكس وأنا عارف إن الموضوع ده very critical والمهم إنه بنتكلم على valuing water حتى الآن لم يأخذ الأهمية الكافية من الحكومات والدول زي ما حضرتك ذكرت لأنه في ظل ندرة المياه في ظل تزايد ندرة المياه في ظل تزايد الضغوط على المياه أصبح الأمر صعب والقطاع الأكثر تضررا هي قطاع الزراعة ده ده موضوع واضح لأن الزراعية بتاخد 60-70% من الماء الموجود وبالتالي هنا التوازن اللي مطلوب فيما بين حد أدنى من الأمن الغذائي يجب أن يكون موجود مع رفع كفاءة استخدام المياه والعائد من الإنتاجية من المتر المكعب من الماء ده التوازن اللي مطلوب النقطة هنا إقناع صاحب القرار وخصوصاً موضوع البرلمانيين هم اللي بيبقى في الآخر القرار بيروح عندهم عشان ياخدوا قرار في مثل هذه الموضوعات وبالتالي أحد أهم الأمور كيف يمكن إقناع هذا الوضع بالنسبة لي إنه يأخذ في الاعتبار موضوع الفاليونج ووتر أنا بقول إن وأنا برضو مش من أنصار إن إحنا نقول فاليونج تسعير المياه لا تسعير المياه له عوائد كثيرة جدا لكن في كوست ريكفري في كل الأمور دي أقدر أعمل التكلفة اللي أنا عايزها لكن تسعير المياه ما هوش الهدف الرئيسي في هذا الموضوع بس فأنا بس حبيت أخذ رأيك في قصة التوازن ده شكرا أعتقد المشكلة الأساسية اللي حضرتك بتتكلم عليها إن إحنا بندور على الحل الأسهل. الحل الأسهل استمرار الوضع على ما هو عليه والبحث عن مصادر جديدة للمياه. ده الحل الأسهل. مش معنى كده إن هو ده الحل الأفضل. وبالتالي بنتكلم على البرلمانات، بنتكلم على ممثلين اللي في الدولة، الوزارات and so on. الأسهل هو لا تقترب من تسعير المياه. يعني هو بيبص لها ان هي هتخلق مشاكل فبالتالي هو بياخد القرار ان هو الافضل يستمر في هذا الوضع اللي انا بقوله نقطه مهمه جدا استمر هذا في هذا الوضع الى حدود هتصل الى مرحله ستضطر فيها ان انت لابد ان انت تاخد فيها قرارات استخدام المياه في الزراعه بنتكلم على 70-80% في الدول العربيه السؤال المهم ما هو الحل لو استمرنا على هذا الوضع في ظل كمان بالإضافة للضغوط بتاعة زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي وهذه الجوانب في عندي التغيرات المناخية صحيح. اللي أنا بقول إن هو من المستحيل إن أنت تقدر تستمر بزنس as usual وبالتالي محتاج إن أنت تبتدي تدرس الوضع تحتاج تدرس الجوانب أنا لا أدعي إن الجانب الاقتصادي هو ده المجال الوحيد لاتخاذ القرار ولكن دي أحد الاعتبارات اللي تاخد في الاعتبار في الاعتبار بتتكلم عن الجانب الاجتماعية بتتكلم على البوليسي على الانستيتيوشنز اند سو اون فده جزئية من عملية اتخاذ القرار هنهرب منه الفترة ولكن هنيجي في وقت مش هيبقى فيه فرصة ان انت تقدر تهرب منه لان كل الامكانيات ان انت توصل لمصادر جديدة هتوصل للليمتس بتاعتها وساعتها مش هيبقى فيه عندك حل تاني الفاليو ووتر هي
ممكن بس انا عاجبني طبعا النقاش وانا شايف وجهتين النظر. انا 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 شايف وجهتين النظر وصحيح يعني الوضع لو استمر كما هو عليه احنا رايحين في 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 طريق مش, لكن في نفس الوقت برضو تبعات اي زياده ثمن على مثلا على المنتجات الزراعيه مش على الفلاح. الفلاح هيدفع ثمن الميه ديت ويرجع بعد كده ياخدها من الناس, يعني هتبقى الدنيا يعني مشاكل اكبر في كتير. يعني انا شايف ان الخروج, انا شايف وجهتين النظر, لكن 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 امبارح ولا اول امبارح كان في فكره احلى جدا, لازم نغير من طريقه الزراعه نفسها. يعني الـ 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 لازم نبص ان يبقى في الاستفاده الافشنسي بتاعه الزراعه والناتج بتاع الميه ديت هو ده اللي احنا نزوده. يعني الموضوع كله مش مجرد بس ان احنا لازم 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 نبتدي نفكر في ان الافشنسي بتاعه نقط المتر الميه والمساحه الارض انها تزيد اكتر, وهي دي اللي يبقى الانتاجيه اكتر من عشان نحاول نواصل بحيث نمشي في الطريق اللي انت حضرتك. شكرا شكرا. اتصور اتفضل عندك دقيقه. وبس النقطه اللي احنا بنتكلم عليها, when is there's a free meal you'll just consume whatever you want. دي النقطه بس اللي بقول عليها, لو هي بدون مقابل لا يوجد حافز للتغيير. وبالتالي لو قلت للمزارع ان هو يحسن الكفاءة استخدام المية معنى كده تكلفة إضافية عليه, بس هو ما عندوش مبرر إن هو يعمل كده. ده النقطة اللي احنا بنتكلم عليها, إلا إذا في حالة واحدة بس أنت فرضت عليه استخدام تكنولوجيا معينة, وفي الحالة دي هتحمله تكلفة برضه. يعني هي المنظور إن في النهاية هي فيها تكلفة, بس في أي شكل هو ده الاختلاف اللي احنا بنتكلم عليه. في شكرا جزيلا. في تجربة جيدة في بالنسبة للبرايسنج ايريجيشن ووتر يعني في المغرب عندهم, بس على مياه التريتد سويج ووتر يعني في تكلفة تدفعها, لكن في شروط معينة انت يو هاف تو انتروديوس ووتر يوز افيشنت انسترومنتس فور كل الايريجيشن سيستم. فتجربة جيدة بما في شك, لكن على مياه الصرف الصحي المعالج لأن في تكلفة عليه كانت المغرب, فخلوا التكلفة على ال هو ايفر وانتس تو يوز المياه دي. تفضل دكتور. في مثال كويس قوي دكتور, موضوع انت النهارده التحفيز اكثر نقطه مهمه. النهارده لما انا مثلا المزارع عايز اخليه ينتقل من ميزان الري العادي بالغمر الى ري مطور او الى صرف مطور, ايه اللي حدث في هذا الموضوع كمثال؟ ان الدوله تحملت تحول النظام من ري الغمر الى ري بالتنقيح, وبالتالي زادت انتاجيه المزارع وبيقسط الثمن ثمن التكلفه دي بقى, لان كانت الزياده الانتاجيه بيقسطوا على مثلا 10 سنين 15 سنه, ويبقى الموضوع الدوله تحملت والمزارع خد انسنتيف والنتيجه في الاخر الانتاجيه زادت تصل للهدف اللي انت عايزه. فانا اقصد الفاليو بوتر اللي معاك فيها تماما ده أمر موضوع مهم, أقيم المياه اقتصاديا واجتماعيا, إنما ده مش شرط إن يكون تشريع المياه, لكن أقيمها وآخذ الأحسن والأفضل الطريق اللي هو يحقق اللي أنت عايزه. شكرا جزيلا معالي الوزير على المشاركة, موضوع جيد. خلينا نتحرك إلى المتحدث. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. المتحدث الثالث, the third speakers here in our session, engineer Rashid Zabul is a climate modeling scientist at ICBA, very close to here, bringing his wealth of experience to the field of agriculture and water conservation since 2013. With over 25 years of experience in meteorological and climatological experience. Let's welcome Dr. or Engineer Rashid. Your floor is yours. You have again 20 minutes. Sure. Thank you very much. I would like to thank the organizers of this conference for the invitation. My talk will be on the role of biosaline agriculture in the water management landscape.
So basically, my talk will be on how the biosaline agriculture is helping to ease the pressure on fresh water in GCC countries and in MENA region in general. So first, I will start with a brief overview of the global challenges or the what are the problems, even if it is it has been widely covered by my colleagues during the last 2 days. Before digging into the solutions that the International Center for Biosaline Agriculture is working on, and the solutions will be clustered into three main clusters. The first one is the decision support tools. The second one is the crops themselves that are salt tolerant, heat tolerant, and drought tolerant. And then the innovation the innovative systems that are being used or studied to enhance the water management in the region. The global challenges have been widely covered during the last 2 days. We know that the food production system is dealing with the challenge of growing global population. In addition to that, we have the pressure from climate change, and we have observed just last year that 2023 was the warmest year since 1850, and the climate change is bringing lots of challenges and lots of pressure on the water sector and on the food system, from changing the weather patterns to rising sea levels and extreme events. To that, we have the poverty that has been a challenge since many decades, but it was taking a negative slope until the COVID pandemic arrived, and then it started increasing in 2022. So locally in the MENA region, we have a pressure from climate change that is not even across MENA region. So part of MENA region will see its annual water decreasing from rainfall, especially in North Africa. So North Africa will get drier, while GCC countries will get wetter. But both situations are not good, in fact, even if we can see that GCC will receive more water in the future, but it is not a good thing, since this water will be received in the form of storms and heavy rain. We have observed during the last couple of years an increasing of the frequency and intensity of extreme events. The event that we just observed 2 weeks back in UAE and Oman is one of the really devastating flood events that has been observed in the last 75 years. So yes, it can be an opportunity for GCC countries, since they will receive more water. It can be an opportunity to take advantage of this water if they invest in rehabilitating the infrastructure and invest in water harvesting. The third major problem that is also occurring in the region, in addition to the drought and flood, is the extreme heat. This paper, we have published it in Nature Partner Journal with an impact factor of 8 2 years back, and we showed in this study that by the end of this century, half of the MENA region will be exposed to annually recurring super and ultra extreme heat waves, which means that around 600 million people will be under this kind of extreme heat, and we are talking about temperatures that are above 56, and in some cities temperature will reach 60 degrees.
That will be a huge problem to not only the water sector, but also to the health and agriculture. This increasing temperature will shorten the growing season of the crops, but will also put pressure on the water sector by evaporation and evapotranspiration. So what this will have as implication for water sector, and also this the subject has been widely discussed. We will have a continuation of water scarcity, less precipitation, or more variability of precipitation, limited access to fresh water, but also salinity. Soil salinity will continue to be a problem and will increase in the future. That salinity is caused either by irrigation water or by agricultural practices leading to soil salinization. The water quality will continue to be problematic in the future. Water contaminated either by seawater intrusion or by industrial activities or agricultural activities. And all this will be exacerbated by the climate change effects or the climate change extreme events that I have just mentioned, the heat waves, drought, and floods. So what are the solutions that the International Center for Biosaline Agriculture is working on across the 41 countries where we are working, from Central Asia to Sahel and South Africa, and also in the Southeast Asia? So I can cluster them into three main clusters when it comes to the water or their impacts on water issues. The first one is the decision support tools to inform decision makers on how to manage the water and crops. And here I'm talking about decision makers from farm level to national scale. The second cluster is the crops themselves. And what are the crops that we are working on that will enhance, in fact, water management in the future and enhance the food production. And the third cluster is related to the practices, soil management, irrigation techniques, and so on. In terms of decision support tools, we have worked with in partnership with the University of Nebraska-Lincoln to develop a drought monitoring tool. And Dr. Kamel talked about the main characteristics of the agriculture in the Arab region, and he mentioned five characteristics that are alarming. One of them is lack of monitoring, lack of use of new technologies, lack of use of IoT, and so on and so on, and the level of productivity that is very, very low. So to overcome those issues, decision makers need to have the right information at the right time. And for this, we know that we have a problem of data in our region. So to overcome the scarcity of data, or the fact that we don't share data between entities, we used in this system remote sensing data from satellites like MODIS, and combined with the modeling to come up with a system that can predict or that can monitor the drought conditions in different countries. And we started with Morocco, Tunisia, Lebanon, and Jordan, and we developed also one for MENA region. The other tool, the first one is dealing with drought, this one is dealing with flood. And after the flood events of Fujairah in July 2022, we joined forces with the Fujairah Research Center and the Fujairah Environment Authority to develop a forecasting system for flood events. This system is now being calibrated using ground observation data and a network of stations located in Fujairah Emirate.
In addition to that, we develop systems to calculate the crop water requirement for entire MENA region at 10 kilometer resolution, and we customized one for UAE to predict, in fact, the crop water requirement up to 7 days ahead, so that the farmers can have an idea on the water to allocate to their farms 7 days ahead. In terms of crops, the center is working on a variety of crops that are tolerating salinity. Here we have a number of crops that some of them are perennial, some of them are annual, with the thresholds of salinity that can go as low as 4 decisiemens per meter up to 30 or 40 decisiemens per meter for the halophyte crops like salicornia. So, the crops, in fact, we have a variety of them that are either for food use or for feed, like the grass, but also the trees, like the moringa and the date palms. By combining, in fact, the knowledge on the crops and the monitoring systems and the use of models and prediction systems, we can identify the areas where to grow which crops. Because for the moment, we have several projects implemented in different regions from Central Asia to Sahel. We work on some crops, yes. We work on crops, but sometimes you need to know the environment of the country where you are, or where you are implementing the project, to know what to grow, when, and how. And this is what we have done in Ethiopia and lots of countries in the equatorial zone and in South Africa as well. Using IoT, we can measure the quantity of water required by crop, by a plant. We found that farmers in UAE were over-irrigating the date palms, while the tree needs different quantity of water between summer and winter. We have applied this to other plants, to other crops, to other trees like moringa, and also to other grass, so that we irrigate when the crop or when the plant needs to be irrigated using sensors to measure the soil moisture and so on. I will skip this one. It has been implemented in Jordan. In terms of novel technologies, we are exploring also the integrated aqua agriculture systems along with the controlled environment systems, including greenhouses and vertical farming. In terms of greenhouse, we have developed, in partnership with a Korean company, greenhouses for GCC region that are ranging from low-tech to high-tech technologies to better control the environment where the crops are growing and minimize, in fact, or maximize the water productivity in the greenhouse. The trend now is in using photovoltaic greenhouse. It has been used in Europe. It's not been introduced to the region yet, but this is the future of greenhouses. The idea is to share the sunlight between the crops and the panels, the photovoltaic panels, and produce sufficient energy to sustain, in fact, the production in the greenhouse, so that the greenhouse can be self-sufficient in terms of energy system to produce the crops inside the greenhouse. In terms of integrated aqua agriculture, we have an experiment integrating fish growing with vegetables and halophyte crops for feed and food. And salicornia showed promising results in terms of production of biomass
or fresh tips at 20 decisiemens per meter, which is reaching 140 ton per hectare. And by the way, this is this plant, now we are developing a value chain for it in the UAE to use it as for human food, for human consumption. Next month we are organizing an event where chefs are using this plant to produce dishes and give it to people to be consumed, and we will collect their feedback. So yeah, salicornia is something that is promising. It's a halophyte crop that can be irrigated with seawater. So imagine you have a crop that can be irrigated with seawater and consumed by human. Those are alternative crops. Those are something that will ease, in fact, the pressure on fresh water and at the same time participate in enhancing food security. And of course, we have other activities that are related to soil management, plant management, irrigation techniques and stuff to reduce, in fact, the use of water and maximize the production. In terms of recommendation, I think biosaline agriculture contribute to ease the pressure on fresh water in a water scarce region, which is our region. I think we need to invest more in exploring this climate smart crops, such as the halophytes crops and crops that need less fresh water. And we need to invest more in decision support tools and exploring alternative crops and innovative production systems like the photovoltaic greenhouse. And I would like to thank my colleagues who participated in or provided some thematic slides for this presentation. And thank you very much. Thank you to Rashid for a wide range of subject or you covered actually many things today. I will leave for two questions. Yeah, if you have any question for Engineer Rashid. Huh? لا بس two questions ما problem أنا. ما عليه بس يعني إحنا ما بدينا إلا متأخرين 20 minutes. ما مشكلة. أنا وين نشوف if there is any questions. Two quick questions. Okay. Any questions? Ah. No questions. Thank you again. Okay, there is a question, Dr. Mohammed. Go ahead, please. Compared with the original products, crops, the quality, what about the quality? Because the quality is very important for marketing. Thank you. Yes, in fact, this is also being checked when using alternative crops. You know, you need to check the acceptability of the crop by the public first. And this is something that we are introducing in the value chain development process. It's not only about producing crops that can be consumed by human, but also if the crops are also part of the diet of that region, and what is the quality of it, etc. And the nutritional analysis is also part of the process. We are sending those plants to labs in Spain to be checked for their nutritional value, etc. etc. So lots of work is being done around those crops to see what are the value added of those crops for human consumption, but also for feed. Okay, thank you, Sir Rashid. I'm very pleased to see nice presentation on biosaline agriculture. I mean, we have been hearing for years now that there are
solutions that BioSaline can offer, particularly in the GCC context. And it can contribute to extensive fodder production. That is the main consumer of the groundwater in the GCC countries. Why is this not scaled up? And why are countries continuing to pump the groundwater for fodder production while BioSaline can be part of the solution to reduce the pressure on the groundwater for animal production? Yes. Well, the quick answer is that sometimes to produce those grasses like Sporobulus or other grasses that we are producing, that we are cultivating at ICCA Research Station, are irrigated by using seawater even. So it's something amazing. You can have grass that can feed camels and also halophyte plants that we found that historically were used to feed camels on the coastal area of UAE. The issue is that sometimes the farms are far away from the sea and they are obliged to pump groundwater, otherwise they have to transport water from the sea to, for example, Liwa or Alain, which is very far. So they still use groundwater. The only positive thing is that they don't need to treat that water. They can use it. They can use the salinity of that water, even if it is 25 DC Siemens. They can still use it to produce those fodder crops for their animals. But yeah, still, if we have only farms on the coastal area, that can be beneficial for them. Thank you, Engineer Rashid. Thank you very much. Thank you all for coming. I really enjoyed the session on agriculture. I do have some questions for Burali. I'll ask you later on the use of a very silent water. Yeah, later. Thank you.